في سياق آخر، رحبت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر بإعلان عدد من الشركات الأمريكية في مصر مؤخرا عن خططها للتوسع في استثماراتها في مصر عقب الإصلاحات الاقتصادية، مثل شركة مارس وأباتشي وأوبر. جاء ذلك عبر لقاء نصر بوفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وتناول النقاش عرض إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي وإجراءات تحسين بيئة الاستثمار عبر الإصلاحات التشريعية كإصدار قانون الاستثمار الجديد والإصلاح المؤسسي. ومن جانبه، أشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالتجربة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمارات.